الوقت الذي يزج فيه النظام القطري بالمواطنين في السجون ويجردهم من جنسياتهم طيلة 22 عاما الماضية. أصدر تميم بن حمد عفوا أميريا بإطلاق سراح 8 سجناء إيرانيين من بينهم مدانون بالسرقة وتهريب المخدرات. إيران أعلنت وصول سجنائها إلى بلادهم أخيرا وثمنت القرار القطري. سجون الدوحة بها 52 إيرانيا، 10 منهم سيقضون بقية حياتهم بها، ومع الطفرة التي تشهد العلاقات تأمل طهران في عودتهم جميعا. عباءة الملالي تكسو قطر وتميم بن حمد يرعى مجرميها.